لي راسكي وانت ودخلي طلق لي راسكي وانت تطلق راسكي وما بتحفرني وانت اللي جايب الحيوم الجاي Few moments later. باقي داك الحانوت عندك ياك من الحانوت ديال المدام الحانوت ديال المدام باقي عندك سوار باقي سوارت واحد فهمني وحل معايا دماغك مزيان غدا تلبس لبيسي ديالك كومبلي العيبات انصوني لك كون على القص وجيب معك السوار تعب شويه انت ما بغيت تناسب معايا وجيت تخطب عندي داكشي اللي بغيتو راه موجود صحافي ديال عمي وي يلا نشوفوا هاد المحل واش غيبقى لكم وي تعال نقول وي واشري وابن عمي فلساتي مشى وابن عمي قادة ما عندي من خطبي عليك فلوسك راه جبتو منك ولكن راه ناقص وابن عمي وابن عمي تبنا نسطو والله ما عرفنا فين نسطو ابن عمي ويي ابن عمي انا فسيطة وعليكم السلام وحنيني ما خاصكمش مساعدة مساعدة وحنيني شي ريبورتور شي حاجة بغيت نتباشو كيفاش اخويا سمعتي يا ود عمي اش كيقول هذا ود عمي شنو هو الطابور وطوط شنو هو الطابور تمالك ترى باينوا لي هذو مصمكين خويا موطور هو تريبورتور وي يا ود عمي وسيري دو على داك الموطور اللي كيجر الكاروسه اللور وانا غندي لك هذه وي تطلق لي راسكي وانت ودخلي تطلق لي راسكي وانت تطلق راسكي فرده بالرجول خصها قلبو باش تخدموا ترى الملاله صح تورق ليا تورق ليا كتول خويا ديالو يلا يلا الفرد امشي ويلا يلا شوف مرحبا بكم طارق اي حاجه خصها تكون واحد
غريب بغيت نعرف اش جاتكم كازا وانتوما جايين غير بوحدكم بهاد الخمسه هادي ما فهمتش مالك. والله حبتك اللي ديال خيي الله حبتك اللي ديال كيما رحبتي بينا ترحب بك الجنه. وهي خيي ما عندي ما نخبي عليك كانوا عندنا شي بهيمات وشي دجيجات راه سايرين بعناهم وجايين نديرو شي دويره في كازا. قال لنا واحد الخوي قال لي ياك ابن عمي قال لنا جيو ان شاء يكون خير الساعه ما جاوبنا ما والو. قلت له ها ولد عمي كمل لي ها ولد عمي كمل لي كمل لي ها ولد عمي وخليها الله ابن عمي كما قال لك هاد ولد عمي كان عيدي لنا رزيه كون ماكشي شفتو خرجتو بحال في رمح الهلال هاك الشيء ديالك كسقع وما تابعنا يا سيدي ربي يا سيدي ربي يا الكريم سيري بغيت لبوك الصهر وسيري انا بغيت لبوك السخانه البارده يا بلي مشغدن يا بلي مشغدن يا ولد خوي ما بقاش خاوه في الدنيا حتى تشوفني والله الا بقى يشوف فيها شوف شد ديرو خليو هاد الهضره من بعد انا نجيب نتاكلو وديك الساعه نكملو الهضره. ويلي ابن عمي اش هلا اخي وريت هذا ابن عمي كب كب شي كيكه كب تبارك الله الخوت راكم كدوروا. المهم مرحبا بكم اي حاجه احتاجيتوها قولوها ليا وكيف ما كيقولوا لنا الزمان اللي خان طعام يبرك لي في الركاب. ايه اخي وحق هاد النعيمه اللي طاحت لي في الكريشه ديالي الى راني ارتحيت ليك سير الله يسخر ليك كيف اعتقتينا من ولاد الحرام سير انا بغيت ربي لا يخيبك. ايوا ان شاء الله راه كيما قلت لك راني موجد شي رزيق وبغينا نصاوبو شي مشاريع وراني رتقت في كانتا. شوف ابن عمي شحال زويوين الدري راك مستي كي داير الكويبا وجهك بين ود الناس وكبر بينا قولي وي دوي دوي ابن عمي دوي. وكما قال لك ابن عمي خويا راه داكشي اللي كاين حنا امنا ليك وثقنا فيك وين ندير واحد المشاريع اللي بغيتي تساعدنا وتجيب لنا شي سيد اللي غادي يعاوننا في هذا المشاريع هذا. هادشي اللي كاين كاين ابن عمي ولا ما كايناش؟ كاين ابن عمي هادشي اللي كاين. ان شاء الله يكون خير يكون هاني غادا نقلب لكم بدرب بدرب تلقى لكم هاد السيد هذا لا يلقى لكم هاد المشاريع. انا نخلي لكم ياسر وانتم رايحوا الدار داركم يلا. وي واه تا شوف راه الجزائر ومفكرنا والله الا ناس الجود والكرامات. وي مس الخير هاد وي واه تسمع شي امريكان امريكان شنو كتشوفها في التلفازه. وي تاسي عندك هذاك الراديو فتاد مصدع علينا راسنا وي ابن عمي ما تصفطش عليا. والله يسلم عليك وليد الله يسلمك. والله يفوت عليك وي 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 ابلع 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 الله حزين دابا كريتو ما تشوفو الاخر. Few moments later يوسف خدم عقلك مزيان.
عربي الله حطهم الكار نديروا العاقة انت في كازا هي كاملة ما غدير والو كيفاش تا صاحبي موالف كتجي القهوة تعيط شناك ما عيطتي ما والو بقيتي كتهضر بقيتي تتكلم ياك ماشي حاجة شاطنة لك بالك قايدي ما عندي ما نخبي عليك واحد الشروبيجة وعندي للدار ضرني في راسي وحق الله كيفاش العروبية مبرز دير لك راسك ياك ماشي ورثة هادي ولا شي حاجة كاينة قايدي اللي بجيت نعاود لك ترى فيلم طويل دابا فهمني باقي داك الحانوت عندك ياك من الحانوت ديال المدام الحانوت ديال المدام باقي عندك سوار باقي سوارت واحد فهمني وحل معايا دماغك مزيان غدا غتلبس لبسة ديالك كومبلي العيبات غنصوني لك كون على القصر وجيب معاك السوار صافي صافي تفهمني حتى لتماك غنعاود لك كلشي حتى كتيق فيا صافي وعلي صافي حي اسمحوا لينا وصافي حتى عمركم هذا وخايف عليكم صغير راه عقلو كبير عمركم تاكلوا مع شي حاجه من عندي تنعطيها لكم انا وي بالله مزاج باب الاخر دايره فين وي دابا سمعوني اش داكشي ما تخلي فيه اش داكشي سمعوني سمعوني دابا نقول لكم المهم السيد راني دويت معاه ما حارني لقيتو ليكم تسمع سمع ما حارني لقيتو ليكم رانا ندوي معاه دابا غيجي لعندنا واش كتسمع ولا ما كتسمعش كسير ولا حار لقيتو ليكم وي الحانوت سيري الحنبوك الحنبوك وي ولد معك ولد عميمي نرى لك الحانوت صافي 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 حبوك ودنا الحانوت اوي الحمد لله الحمد لله تلقى لنا الحانوت صافي 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 حبوك ودنا صافي 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 وصافي صافي 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 سمعوني سمعوني اسمح لينا اسمعوني واش السيد راني داير مع دابا غنمشيو لعندو وياكم تبقاو تاكلوا من عند هذا صافي صافي يلا مشي يلا مشي الواجب وباقي عندي سكنات الامارات صافي هانيش هو السيد فيك وي وي دير واش لاغ ماي السلام عليكم السلام عليكم ها هما الناس بشملك مشرفين سعد القادر مشرفين هذا عبد المجيد مشرفين سي عبد المجيد قايدي كيدير لاباس عليك واش عمو شحال انا شفتو لكم دابا انا اخرج باب واسع حتى تتفاهم معاه صافي صافي ها هو السي تعب شويه انت ما بغيت تناسب معايا وجيت تخطب عندي وي داكشي اللي بغيتو راه موجود صحافي ديال امين وي 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 يلا نشوفوا هاد المحل واش غادي نخليكم واه ولد عمي تاتي عندو كيحرس الحي حليلو هاي 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 الله يبا يسحب لي كازا دايره وي ولد حبيب كل ايش فيهم عيوز في حال هادي يديروا لي نو في البيت في البنجر هاك سميتها نقاصه هاي يا هذيك ولد عميمي يلا وي ريسيري في الخير شي وين قولوا وي ما تبداش وي وي وي
واش المحل عجبكم؟ عجبنا. كيجاب؟ تبارك الله. وخير زين هذا. واي واد عليني شمس يعني نديرو البقيرات. ايوا تم الفلينزات والدجاجات. واي تما راه العيشات. ايوا وديك البلايصه نديرو فيها ضويويره وراك الحو. واش هزينا هادشي وي يي يي يي. الصلاه على النبي. شريف. واش شريف العلاوي؟ قعد تامن تناسب معنا فيه. والمهم ما يكون على الخير. شي ملي جيتو من طرف يوسف ما يكون على خاطركم. ودابا راني غادي زربان. جيتو معاكم الامانه. وي الامانه راه موجوده. وي امي جبد الخير ربي راه اللي قسم الله غتاخذو. وي توكي على خيونات. واش لا ربي صب شي عندنا. وي وي واش الرجاله؟ واه ما كاين الخير كاين موجود هكا هكا بن عم نعطيه. وي وي العم ارضك ترقو. وي ها واحد الله يا جوج يا ثلاثة يا أربعة. وي وخمسة شد ابن عمي شد. جزاك الله خيرا. وي المهم دابا ولد عمي هكا السوير جاز وانا غنمشي عندي شي غراض الله يعاونكم. صافي سير ما تخليش ليها بيناش هذا الثلاثه وسير تمشي. يا سير يلا يلا هو مرخوص بصحة وراحة المحل حنا غادي نشوف حالاتنا. صافي يلا مشي. كانت كسورتي هذا راه تسولها شي ولا خلص حي خلص حي تخلص حي. ترى ما حد البوناد تا وي ترى ما حد البوناد يشري لبعض تمالك وي فلوسنا وي يسحب لي شي من العلوم الجيم ماشي وي عطيه هذا المحل ديالي ام الله خشيو ترى ود عميمي ترى انا ما تعرفش تقرا تماك باغي تلبينو ترى اسمع راه نصبوا عليكم كيف ما كنصبوا عليهم كاملين. وي تسير ما تلبينو وي الحيد اللي وي تعال نقول وي واشري واشري وادمي وابي عمي وابن عمي فليزات يمشى وابن عمي وفليزات بقيرات وابن عمي وي واشري تيوت من المكرمة تيوت تيوت ماكو انتظر تسير وابن عمي وي فلوسي ابن عمي فلوسي ياسر يوسف وي سعد قادر هذا
وانت زيانين شي القميجة الله يلا تبارك الله يلا كنت عاجبني وفين واش تبقى محال واش كدير تاش من وحي لاود حنيني تاش من زيانيك ترى داك السيد اللي جبتي ليا ترى دا لينا موحينا وارزقني في رزق موينتي ورزقات الهينات اللي عندي ايوا بن عمك بن عمي صاد مشى لعروجة خلاني وحدي سير دور بين الزناقي واي اخويا تاش كتخربق عليا اخويا انا اللي عليا راني درت هاد خوتها بقيت طبيب راه خليتك بينك وبين السيد اما انا وياسين اواصل مشاو لك كافلي ساتي وبعت لي قدامي ولي ورايا ودابا بقيت لا دوار لا دار لا دوار وما عارف فين نصب واش نصدهوك ولا نصدهوك واخي يا باش كي تعي ودابا انت ما عرفتك معايا ولا معاهم وين عمي تا هو مشى وخلاني داير في الزناقي ولا اله الا الله اش غدير سد بصراحه قافية الهروب هادو غنمشيو عند قايدي غادي نقدم على ظهر كلالي عيط لي يا صاحبي ومسخسخني ودير معايط لي في التليفون ومخليني كنتسناك من قبيله واش تعطي لي هادي شنو ونسولك انت السي القايدي ومن ديك الضربه ما عيطتي ما والو وما صونيتش لك دابا ورا درت شي صميط لمي المهم راهش عندك علاقه بديك الضرب الامانه راها موجوده راه كانوا عندي بوكو دي زافير مشيت قديتهم اما فلوسك راه ما مضمونين راه حاطهم لك في الدار بغيتي نمشي نجيبهم لك نجيبهم لك دابا او تا قايدي ما عرفني انا مدارك ديك الأمانة غتجيبها كاملة عرفتي ديك العروبية راه بقاو فيه والله العظيم فهمتي يلاه تلاقيت معاهم غير دابا وقلت لهم راه باش ما كان غنجيب لكم ديك الأمانة وغنجي لعندكم حتى من الصباح بارك عليا لي زافير ما لي زافير كاينة أفير ما أفير وفي الآخر كتجي كتقول لي بقاو فيه العروبية تاش من العروبية راه ما بقاو عندي لا فلوس لا والو فلوس راه ديالي خديتهم قمرت بهم وفلوسك راهم محطوطين في الدار بغيتي نجيبهم لك راه نجيبهم لك اطلق ما جيب لينا هذيك الأمانة قايدي انت اللي ضربك ضربك على القمر اخويا راه ما فهمت والو اخويا استجبني ديك الامان وهي دابا ولكن اخر مره باقي تعيط عليا فشي لافير راه نهار تعيط عليا فشي لافير قلت لهم الا راسك انا دويت معاك هاك سد رزقك راه نسحب راسنا كنتعاملوا مع الرجال ساعه كنتعاملوا مع الدراري الصغار اللهم ما هادو ولا والو يلاه مشيو عند خويا ويت فليساتي يا وندمها ولا ها يا ام فليساتي يا تشويت يا موسم ادخلنا عليك بالله تقول لي واش جبتي لي فليساتي العار العار المهم انا ما قلت لك واش جبتي لي فليساتي قاضي ما عندي ما نخبي عليك فلوسك راه جبتهم لك ولكن راه ناقص اكشن الله لا على فليساتي الله ما هادو ولا بلاش وسري الحبوك السي يوسف وسعد يا وحنيني يا فليساتي رجعوا لي يا يا وسعد يا وحنيني الحال وكنسى سعد قادر حنا غلطنا معاك ونحاولوا نصلحوا الغلط دار داركم ريح معانا ما تكريم حتى شي حاجه والحانوت تقلب عليه نتايا وحنا غادي نوقفوا معاك وراك انا اللي جاب بن عمي كنت حاش في الاول بالدغنيش ولكن سيد ماشي مشكل اطلع قلبكم بجد وسمحوا لي على التعذيبه اللي عذبتكم يرحم الوالدين ما كاين حتى شي مشكل دابا شوف سير قلب على راسك سوي على راسك اي حاجه حنا نكونوا في الدار ولا في القهوه صافي
الغزيل عدو الحمام دايرو في دارو وانا الحوب وانا الغران جميل كدارو. وفي الكاب محمد محمد وي ربي تعجبتي وي والله الا انا ناوي نحلي عاد دير زيقي عاد دير الوهيم وعاد دير كل شيء وي 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 ابون شنو قلتي عندك البهايم والفلوس واش انت حماقيتي ولا شنو اخر ايامي انا باك بلس 5 بلس انجلي اسبانيول والمانيا من الفوق ونداك واحد بحال هكا نسى سير سير والله لا بيا ولا بيك والله لي زكلت بوك زكلت ديك الجول سكلاب سام زيزا قولي فيك انت لا لا خويا ما تغوت ما والو دابا راه صاحبتي اكرام عيطات لي وعندها لانيفيرسير وانا نقدر غادي نلبس هاك واش بغات نحشم بها قدام البنات اخويا لا 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 تشي بزاف عليها في اقرب وقت خصني نجوجك لا خويا كيفاش تزوج انا ما خويا حتى كنتغرب عليا بالسي لا لا تعال تعال الدار دابا ما كاينه العصا في الدار انا دابا غنعطيك دابا ولوتي يا صاحبي لوتي ولوتي وخليني اصبر اصبر وخليني اسمع الهد داش شنو راه فين دخلت راه شكون صاحبي واللي ما ندوج بها راه في الطريق ما تدوخنيش يا صاحبي خليتك تقلب على الحانوت اصاحبي اش داكشي زواج داش من الحانوت داش من الحانوت تا الشركه تخربق عليا يا سيدي يوسف الله يهديك تا انا شفتها بعيني جات عيني اللي سيريني يشوفوا فيك ياكلهم الطويدات راه جيت في القلعات انا سير ما بقاش باغي لا حانوت لا والو باغي غير نتزوج باغي نتزوج 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 اصاحبي موت دير معايا شي حل دابا دروك يا حنبوك ود النهار دروك دير معاه دروك 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 او داش غنقول لك بغيتي الزواج ويلا مشي شوفوا الدريه دوك وانا ساير معاك دوك يلا دوك زين صافي حبيبك كوني هاي بونجور حبيبتي جيتي جيت الحبيبه حبيبتي من عند ليكس كي لقيت لها صال تعرف دابا الناس والصيف سينو بعدا كي داز نهارك مزيان ما بخير ما والو انت غاداك ترين مع راسك وانا خويا من الصباح ومصدع لي راسي ناري الله يهديك اختي هذاك راه ما عرفتش مالو هذه ما اختي حاطه عليا العين بزاف ما عليناش شنو قال لك كي لاباس ايوا اختي انت مع لا صار مع خالتك مع صحاباتك مره هنا بزاف ما نكذبش عليك راه اقرب وقت بغي زوجة اختي انت راكي انت يا اختي بنت ميمتي وعارفاني اكثر من اي واحد شوفي ما عندي ما نخبي عليك انا تبعت قرايتي وباك بلس 5 راه ما ساهلاش وفتالي ما درت حتى شي حاجه ولكن ما عندي ما نخبي عليك دابا شي دوجور تقريبا تبعني واحد العروبي وفاتحني في موضوع ديال الزواج اختي ولاصقني وما فهمش ما عرفتش شنو غادي ندير بما ان خويا باغي يزوجني اش بان ليك دابا عطيني رايك اللهم عروبي ولا ولد المدينه ولا العروبيه تلقاي فيهم الخير سير اختي توكلي على الله ويكون خير الحبيبه ديالي فريمون الله يخطاك عليا امين الحبيبه ديالي غنزيد نشرب كاس الاعشاب
كليمة توي وتمنى رستك شوفي سنابتك كلبتها شوف وي وي وراها ما تزوجيش بيا وي صراحة باينة فيك ولد الناس ومعقول ودابا من داك النهار وانت تابعني زعما ما عيتي ما والو بيني وبينك حتى انا قابلة بك اسيتي ونيت غادي تولي جوبونس غتولي واحد ما قديتش انا ما قديتش ايوا لا البوغوس ديالي ما كتحلم حتى شي حاجه وراك فايق انا سيدي لك قدام ان شاء الله غادي يكون فاتت احلام كل مره ديالك ان شاء الله وشي وتي قبلتي وبغيتي انا نتعطل وانت دابا بو هذا غنديروا هذا العرس وي وفين كاود عمي لا تشوف انا راجل من مي تشو وي توقف اسمع اسمع احنا درنا لك خاطر الكروس اللي بغيتيها احنا جبنا لك حتى دابا جا العروسه والله يرحم الوالدين هكا سيري لكم وجه وي يا سيدي واش ستين ستين شو ستين ستين سيديز في الاخر جاي ليا بحمار وخلوا لك الروسه وما عرفتش داكشي لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.